كل المشاعر الحلوة حاسسها، لأنه محمد الشرباجي كان يمكن رقم واحد العالم لسنين وسنين، وكان جوه التوب فور أو من أحسن أربعة العالم، فعمرك ما كنت تقدر تلعب معاه في دور الثمانية. للأسف تصنيفه رجع دلوقتي، فبقى كابوس إن أنت تلعب مع محمد الشرباجي في دور الثمانية. أول مرة ألعب في واحدة من البطولات العظمى مع بعض في دور الثمانية من 2017، فده يدل قد إيه هو لعيب يعني في القمة بقاله كتير قوي. فإن أنا كنت ألعبه كنت مشدود جدا بقالي يومين عشان قد إيه هو لعيب جامد. فان انا كسبت اول شوط ده فرق جدا معنويا، اداني انا ثقه شويه ويمكن احبطه سنه، بتفرق دايما العامل ده يعني. بس وقدرت اطبق بقى الجيم بلان بتاعتي او الخطه اللي كنت عايز العب بيها في الشوط الثاني والثالث، قدرت افوز بالمباراه، فالحمد لله سعيد جدا 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 والله يعني. الحمد لله لما ربنا بيقدرك وتوصل للحلم اللي انت كنت عايز توصل له رقم واحد، التصنيف ما بيبقاش خلاص بقى هو اللي في دماغك طول الوقت. اكيد ببقى عايز افضل رقم واحد، بس مش ده اكتر حاجه في دماغي. انا عايز ابرفورم كويس وادي بشكل كويس واكسب عدد القاب على قد ما اقدر كتير. والله الحقيقه دي نقطه مهمه جدا فعلا، ان هي ما لهاش رول بوك او ما لهاش قانون او كتاب يقول لك انت محتاج تتمرن في الفتره دي بالمده دي او بالطريقه دي. ترايل اند ايرور او تجربه كل واحد مع جسمه. عشان كده الحمد لله انا معايا ورايا فريق عمل خبره عني 100,000 مره، زي كابتن كريم وصل اللي انا وصلت له ده، وكان مواسم بتتلاحم في بعض وبطولات بتتلاحم في بعض، فهو عارف الفتره دي امتى يقس عليا ولا محتاج تزق نفسك، والفتره دي ممكن امتى تريح. وخلي بال حضرتك هي بتبقى ايموشنال او عامل ايموشنال العاطفي اكتر ما هو العامل البدني. طبعا العامل البدني، بس ساعات بتبقى دريند او خلصان عاطفيا، مش قادر تزق زقه كمان، فامتى تريح وامتى تزق نفسك. فالحمد لله على الناس اللي حواليا هي اللي دايما بتخليني في الطريق الصح يعني. شكرا ليكوا جدا.